أبنائي طلاب الثانوية العامة دفعة 2021. معاكم إن شاء الله بنقدم درس أو محاضرات مادة البيولوجي للسنة الجديدة إن شاء الله بالنظام الجديد، وهنتدرب مع بعض بإذن الله على مجموعة من الأسئلة اللي إن شاء الله هتساعدنا في إن إحنا نلم كل المحاضرات وكل الأفكار إن شاء الله اللي ممكن تقابلها بعد كده في الامتحان إن شاء الله. أنتوا عارفين الامتحان بيبقى زي ما قال سيادة الوزير إنه بيبقى بناء ومبني على مخرجات التعلم وليس على المعلومات اللي موجودة في كتاب المدرسة بس. فأنت عندك أكتر من مصدر، بس المهم إنك أنت بتكون مهتم أو فاهم جزئيات المنهج الموجودة والمخرجات اللي موجودة في كتاب المدرسة. إن شاء الله هنبدأ مع بعض أول ليسون أو أول شابتر اللي هو شابتر 1 اللي بيتكلم عن السبورت اند موفمنت ان ليفينج اورجانيزمز. يبقى احنا اول شابتر باذن الله هنتكلم عن سبورت اند موفمنت ان ليفينج اورجانيزمز. طيب الشابتر ده مقسوم الى مجموعتين، جزء بيتكلم عن السبورت وان شاء الله ندرسه في البلانتس، وبعديها نتكلم عن السبورت في الهيومن. الجزء الثاني بيتكلم عن الموفمنت، وايضا بتقسم الى two main parts: movement in plants and movement in human or animals. فلو بدأنا بالنسبة للسبورت، فهندرس السبورت في البلانتس. يبقى أول حاجة نتكلم عنها first supporting plants. طيب إحنا لو حابين نتكلم what's meant by support، يعني إيه support؟ support means strength. strength يعني يقوي أو يدعم بالنسبة لأي plant أو أي living organism. طيب إيه importance of support بالنسبة للplant أو أيضا بالنسبة للhuman؟ يبقى لو قلنا important أو importance of support بالنسبة للplants يا ترى هتكون إيه؟ لو إحنا بصينا على support بالنسبة للplants، ايه اللي بيخلي البلانت قوي وما يتكسرش بالويندز او ما يتاثرش بالويندز؟ هنلاحظ ان في حاجه اسمها سبورت بداخل. السبورت ده بيعمل حاجتين، بيعمل بروتكشن للبلانت وبيعمل ان هو بيديله الشيب بتاعه، يبقى مينتين ذا شيب اوف ذا بلانت. ده اول حاجه تو مينتين ذا شيب اوف ذا بلانت، ده بالنسبة للسبورت أو الفانكشن بتاع السبورت أو الإمبورتنس بتاع السبورت. الحاجة التانية بيعمل بروتكشن للبلانت أجينست ويندز، أولسو زي سيميلر تو ذا سبورت إن هيومن سكيلتون. بالنسبة للهيومن بيعمل بروتكشن وكمان بيدينا الشيب بتاع البادي أو الهيومن بالنسبة للإنسان. بالنسبة ل السبورت بالنسبة في البلانت هيبقى عندنا نوعين من السبورت. أول نوع بنسميه الفسيولوجيكال سبورت. يبقى أول نوع عندنا بيسمى فسيولوجيكال سبورت، وهنعرف يعني إيه فسيولوجيكال سبورت. النوع الثاني بيسمى استراكشرال سبورت، وبرضه هنتكلم عن الاستراكشرال سبورت. فلو بدأنا في البداية بالنسبة للفسيولوجيكال سبورت بالنسبة لنا، وهو what's meant by physiological support، اسمها بالعربي الدعامة الفسيولوجية. يعني ايه دعامة فسيولوجية؟ فسيولوجي بالنسبة للمعنى بتاع علم وظائف الأعضاء، يبقى في functional organs. ففي organs بالنسبة ل البلانتس موجودة في البلانتس بتساعد في عملية السبورت. يا ترى ايه هي الأورجنز الموجودة في البلانت؟ أي بلانت في الدنيا دي كلها بيتكون من جروب اوف سيلز،
اي ليفنج اورجان كون من جروب اوف سيلز. فاحنا بنقول فيسيولوجيكال سبورت خاصه بالسيل ككل از هول، ذا سيل از هول. معنى ان الفيسيولوجيكال سبورت تعتمد السيل ككل، في اورجنز جوه البلانت سيل هي اللي بتساعد في الفسيولوجيكال سبورت. يا ترى ايه هي الاورجن اللي بتساعد في الفسيولوجيكال سبورت؟ هنقول اهمهم اللي هو الفاكيول. فاكيول؟ اه. يعني ايه فاكيول؟ في عندنا في الاستراكشر بتاع سبورت في حاجه اسمها الفاكيول. الفاكيول دي جوه البلانت سيل. لو احنا هنبص بعد كده ليه الرسمة اللي موجودة قدامنا، في في النص، في سواء في الرسمتين الليفت والرايت، في عندي في النص في حاجة اسمها الفاكيول. الفاكيول دي هي المسؤولة عن الفسيولوجيكال سبورت. هاو؟ بيقول لنا ان الفاكيول بتعمل ابزوربشن للووتر. يبقى الفاكيول بتعمل ابزوربشن للووتر فحجمها بيزيد، يبقى انكريز ان سايز بتاعها نتيجة انها بتمتص الماء. وهنعرف ازاي بتمتص الميه. وفي نفس الوقت لما حجمها بيزيد بتعمل بريس على السيتوبلازم اللي حولها. تعمل بريس، لو احنا شفنا او بصينا على الليفت سيل الموجوده قدامك هتلاقيها انها سويل. ليه؟ لان الفاكيول اتملت بالووتر، ضغطت على السيتوبلازم، بريس ان سيتوبلازم. فلما عملت بريس على السيتوبلازم بدات تعمل بريس على السيل وول، فاصبح شكل السيل انها سبورتد او منتفخه، مليان سبورت قويه. لكن غير الموجوده الصوره الثانيه، هنلاحظ ان الفاكيول بيكون حجمها صغير انها خرجت الووتر منها، فاصبح شكل السيل مش سبورت، مش قوي، شكل السيل ضعيف زي ما احنا شايفين. فاذا لما بنقول الفسيولوجيكال سبورت بيخص السيل ككل، يبقى زي ما كنا بنقول او كان موجود عندنا it concerns the cell as whole. السبورت دي الميثود دي بتعتمد على حاجه اسمها السيل تارجيتد. يعني ايه سيل تارجيتد؟ امتلاء السيل. السيل لما بتتملي بالميه بيحصل لها سبورت، وقلنا ازاي بتتملي بالميه؟ ان الفاكيول بتاعتنا بتعمل ابزوربشن للووتر باي اوسموزس، واوسموز دي احنا خدناها في الصف الثاني الثانوي، ان شاء الله هنتكلم عنها بالتفصيل برضو في الجزء ده. فلما تعمل ابزوربشن للووتر باي اوسموزس حجمها بيزيد، السايز اند بريشر انكريز، الفكت شيب بتاع السيل وول هيحصل لارج للسيل، وهيبقى السايز بتاعها ايه؟ وسويل بالنسبه لنا. طيب لو احنا اتكلمنا عن ايه الاسموزس، كنا بنتكلم اسموزس. اسموزس يعني اللي احنا خدناه في ثانيه ثانوي، هو ترانسفير اوف ووتر فروم لو كونسنتريتد سوليوشن تو هاي كونسنتريتد سوليوشن. لا احنا مش عايزين نقولها كده، بنقول ان في اللو كونسنتريت سوليوشن عنده كميه ميه كتير، هاي ووتر كونسنتريشن، اما الهاي كونسنتريشن عنده كميه ميه قليله. فاذا الاوسموزس هي ترانسفير اوف ووتر فروم ال، بدل كلمه لو كونسنتريت سوليوشن هنخليها هاي ووتر كونسنتريشن، كميه الميه كتيره. تو بدل كلمه الهاي كونسنتريتد سوليوشن هنقول عليها ان هي عندها ميه قليله، يبقى لو ووتر كونسنتريشن، الميه تعدي من المكان اللي ما فيهوش ملح يعني فيه ميه كتير للمكان اللي فيه املاح اللي فيه ميه قليله، بتتنقل من اللو كونسنتريتد سوليوشن تو هاي كونسنتريتد ثرو بلازما ميمبرين. فلو بصينا على السيل، السيل هيبقى فيها سبفاكيول، السبفاكيول جواها ما يسمى السولتس كتيره، السويل بيكون كميه الميه هناك كتير لكن السولتس قليله، فالووتر هتنتقل من السويل اللي عندها less salts يعني high water للسب فاكيول اللي عندها high concentrated solution، وبالتالي فحجم الفاكيول بيزيد، هتعمل بريس على السيتوبلازم، هتبدا بتعمل بريس على السيل وول، فهتغير شكل السيل وتخليها enlarged او سويل او supported زي ما اتفقنا. طيب لو العكس، لو النبات عندي اتحط في او وضعناه في سولت سويل يعني تربه فيها املاح كتير،
فبالتالي اللي هيحصل ان السويل الووتر هتمشي من الفاكيول وهتروح للسويل، فعشان كده النبات هيموت. مش كده، ما ينفعش نزرع بلانتس في او نورمال بلانتس في سولتي سويل. اسموتيك بريشر زي ما قلنا في الصف الثاني الثانوي ده البريشر اللي هيلب الابسوربشن بتاع الووتر باي اسموسيس. فكل ما كان اسموتيك بريشر عالي كل ما كان عمليه الابسوربشن بتاع الووتر بتزيد، وبالتالي لازم اعرف ان الاسموتيك بريشر بيعتمد على كميه السولتس او السوليتس الموجوده بداخل السافاكيول. عشان كده كل ما كان السوليتس انسايد ذا سافاكيول انكريز او الكونسنتريشن بتاع السافاكيول انكريز هيؤدي لابسوربشن بتاع الووتر بكميه كبيره، وده اللي بيحدث في الديزرت بلانس. عشان بعض الاسئله ممكن هتلاقي ان الديزرت بلانس عندها هاي اسموتيك بريشر، هتقول لي احنا خدنا الكلام ده في تانية سنة وما جلناش في تالتة سنة. احنا بنقول امتحان بتاعك بيكون مبني على فهمك للجزئيات او مخرجات التعلم وليس على المعلومات اللي موجودة في الكتاب فقط. فاذا اللي احنا لازم نعمل بريس عليه ان الاسموتيك بريشر بتاع الديزر بلانتس بيكون هاير ذان النورمال بلانتس، عشان كده بيقدر يسحب مي من الديزرت. نفس الكلام السولتي سويل بلانت، في بعض البلانتس بتنفع انها تتزرع في السولتي سويل. فلو قسنا وعملنا كومباريزون ما بين الاسموتيك بريشر الموجود عندهم او عند البلانتس دي والنورمال بلانتس العاديه اللي موجوده في السويل العاديه، هنلاحظ ان الاسموتيك بريشر بتاع السولت سويل او ديزر بلانتس بيكونوا اعلى من النورمال بلانتس. طيب عايزين نعرف شويه اكزامبلز توضح لنا يعني ايه فيسيولوجيكال سبورت. بس احب اذكركم ان كلمه فيسيولوجيكال سبورت تعتمد على السيلترجيتي امتلاء السيل بالووتر. اذا لو كان كل ما كان عندي كميه ووتر موجوده في السيل كل ما كانت السيل سبورتد، ولكن لو كميه الووتر قليله يبقى السبورت بتاعتي هيكون ضعيفه. عشان كده دي بنقول انها بتعتمد على كمية الووتر، the amount of water inside the cell. وبالتالي يبقى لازم نبقى فاهمين ان هي بيقولوا عليها دعامة مؤقتة temporary support لانها depends on water. فعندي water يبقى عندي physiological support، ما فيش water يبقى فيش physiological support. الاكزامبلز بتاعتنا لو احنا لاحظنا ان في بعض البلانتس لو تعرضت للدراوت وخاصة هيربشس بلانت، هيربشس بلانت يعني نباتات عشبية، يعني نباتات عشبية نبات سيزونال بلانت، نباتات مش أشجار مش نوت تريز. سيزونال أو هيربشس بلانت لو تعرضت للدراوت هيحدث ويلتنج للليفز والستيم، ولكن لو احنا زودنا أو احنا عملنا irrigation للبلانت دي للووتر عملنا ووترنج ليها على طول هتعمل attain its position مرة تانية its turgidity، وبالتالي هيحدث السبورت مرة تانية. وده واضح عندي في عندك صورة في two plants. بالنسبة لنا في plants موجود انه متعرض للدراوت وده لانه حصل ويلتنج الليفز بتاع دبلت، لكن الجزء الثاني او البلانت الثاني هتلاحظ ان هو ووترد او اريجيتد فعادي عنده سبورت بالنسبه لنا او شكله طبيعي جدا والشكل يعتبر سبورتد، يبقى عنده فيسيولوجيكال سبورت. الثاني فقط الفيسيولوجيكال سبورت بالنسبه لنا. في مثال ثاني لو احنا جبنا درايت فروت، لو جبت درايت فروت اي فروت عندك التمر الهندي او حتى مثلا بسله البيضه البي وحطيتها في ميه هيحصل ليها انها تعمل ابزوربس للووتر. فلما تعمل ابزوربس للووتر هيحصل لارجمنت للسايز بتاعها ويحصل سويل، ده نتيجه التراجيديتي بتاعه السيل نفسها. العكس لو انت جبت فريش فروت زي تفاح ابل مثلا اي فاكهه فريش وسبتها في الهواء هتعمل لوس للووتر بتاعها، فلما تعمل لوس للووتر اللي هي عندها فهتفقد الميه دي هيحصل لها رينكل تنكرمش كده
and wealth. ليه؟ نتيجة انها فقدت support بتاعتها. فلو احنا حابين نتكلم عن الاكزامبلز زي ما اخذنا الهيربش بلانت ليفز والستيمز بتاعتها، لو تعرضت للدراوت هيحصل ويلتنج، لو حصل اريجيشن للسويل هتعمل التين اتس تورجيديتي. نفس الدرايت فروت لو اتحطت هتعمل سويل، لو سيبنا الفريش فروت في الهواء هتعمل لوس للووتر بالنسبه لنا. فده الاكزامبلز اللي احنا نعرفها عن الفيسيولوجيكال سبورت. اي حاجه عندك فريش وتعرضها او في ميه يبقى لوس للسبورت بتاعك. اي بلانت سيد ليفز ستيمز اي حاجه تتعرض للووتر هتعمل لوس للووتر، سوري تعرض للهواء هتعمل لوس للووتر، وبالتالي هتفقد السبورت او الفيسيولوجيكال سبورت بتاعتها. لو جينا ستراكشر سبورت دي مهم جدا. يعني ايه تعرف ستراكشر؟ ستراكشر تركيبي، ستراكشر يعني حاجه جوه البلانت ربنا خلقها في البلانت. وحتى لو زاد التركيز بتاعها او الماده بتاعتها هتدعم النبات. وهنعرف زي ايه. فاحنا بنقول structure support بتعتمد على deposition، deposition of some substance. بعض المواد يحصل لها ترسيب in or on the cell wall. يبقى احنا عارفين ان في البلانت سيل ليها سيل وول، السيل وول بتاعها المفروض انت حافظ الكلام ده من الصف الاول الثانوي انه ميد اوف سيلوز. فده في البدايه خالص سيل وول. احيانا بيحدث ديبوزيشن لبعض المواد، هذه المواد لو حصل لها ديبوزيشن هتعمل سترينث، هتعمل ان هي تخلي السيل وول سترونج، تقوي السيل وول، وبالتالي على المستوى البلانت كله هيبقى سبورتد. طيب زي ايه المواد اللي هي ممكن نقول عليها بتكون عندنا عشان تعمل سبورت؟ زي ماده سيلوز. مستر هتسالني يا مستر ما هي اصلا معموله من سيلوز، في ديبوزيشن للسيلوز. بعد فتره من الوقت السيل وول ده يحصل عليه ديبوزيشن لبعض او زياده من السيلوز، وده انت كنت اخدته في الصف الاول في الكولينكما سيلز، كولينكما تيشوز، ده برضو في اللي هو السيلوز اكسترا. يبقى احنا بنقول ان السيل وول معمول من السيلوز، لو زاد ترسيب ماده السيلوز مره ثانيه او على الجدار هيحصل خلق السيل سترونج. كمان من ضمن المواد اللي ممكن تعمل سبورت لو حصل ديبوزيشن ليها زي ماده اللجنين، وبرضو ماده اللجنين احنا اخدنا عنها في الكولينكما سيلز ان هي والسيلوز بيحصل ديبوزيشن. ماده اللجن موجوده في الفاسكولار تيشو زي الزايلم فيزل، دي برضو من ضمن المواد اللي تعمل سترينث للسيل وول، وبالتالي على مستوى البلانت هتعمل سبورت ليه. من ضمن الحاجات اللي برضو لو يحصل لها ديبوزيشن على السيل وول بتؤدي الى سترينث ليه، زي ماده الكيوتين، مادة أخرى بنتكلم عنها مادة السوبرين. يبقى إذن structure support تحدث نتيجة deposition due to deposition of some substance on or in the cell wall such as cellulose, lignin, cutin and suprin. طيب تعالوا معايا نتكلم ونشوف مثلا لو إحنا شفنا مادة اللجنين سوري الكيوتين لترسبت على السيل وول وخاصة طبقة الإبيديرمال سيل، هتقعد تسألني هي إيه الإبيديرمال سيل دي أصلا أو الإبيديرمال لير دي؟ الإبيديرمال دي اللي هي طبقة البشرة الأوتر لير of the plant، سواء كان هذا plant part سواء هذا plant part كان ليف كان ستيم كان روت، بنقول على اول صف عندهم زي طبقه الجلد بتاعتنا بنقول عليها البشره. هو نفس الفكره بالنسبه لل بلانت ليف، اول صف عندها بيكون بنسميه الابيديرمال سيل. فلما بتترسب ماده الكيوتين على الابيديرمال سيل الاكسترنال لير بالنسبه لنا هتؤدي انكريز سيكنس بتاعها، علشان تعمل ايه؟ عشان تعمل بروتكشن للانر
بلانتيشز. الحاجة التانية اللي احنا بنقول عليها انها بتعمل بريفنت لللوس اوف ووتر، ودي هتدخل معانا في السبورت او الفيسيولوجيكال سبورت، هتمنع اللوس اوف ووتر. طيب تعالى نشوف بعض الأمثلة بالنسبة للستراكشر سبورت. ستراكشر سبورت في مجموعة أمثلة أنت المفروض تعرفها نتيجة الديبوزيشن بتاع السبستنس. طيب زي إيه؟ زي قلنا مثلا الديبوزيشن بتاع الكوتين، زي ما اتفقنا إن في مادة الكوتين من ضمن المواد اللي بتعمل سبورت. لو حصل ديبوزيشن على السيل وول أو بره السيل هتؤدي إلى إنها تعمل سبورت. كمان قلنا الكيتين دي امبيرميبل، امبيرميبل يعني غير منفذة للماء، وبالتالي بتعمل كيب للووتر، بريفنت لوس اوف ووتر. فلو قلنا الديبوزيشن اوف امبيرميبل كيتين اون ذا وول اوف بلانت ليف بتاع الابيديرمال بتاع البلانت ليف هيؤدي ميك ات سيك اند امبيرميبل. علشان كده بيعتبروا دي مادة الكيتين موجودة على أول صف عندنا اللي هو الإبيديرمس، ده قطاع عرضي في الليف، دي اس اوف بلانت ليف، فأول صف عندي ده الكيتين. بالمناسبة لازم تبقى عارف إن الكيتين ده أصلا واكس لير، مادة شمعية، ودي السيكنس بتاعها بيختلف من بلانت التين. بمعنى مثلا في البلانتس العادية زي البين والبي بلانتس والحاجات دي كلها الطبيعيه نورمال بنقول عليها نورمال، هتلاقي ماده الكيتين اللي عندنا بتبقى سيكنس بتاعه قليل. لكن لو رحنا للديزرت بلانتس هتلاقي ماده الكيتين عليها زي الكاكت، هات نبات الصبار واول طبقه اللي هي بتاعه الابيديرمس فوق الطبقه دي هتلاقي طبقه شمع كبيره، السيكنس بتاعها بيكون كتير. ليه؟ قال لان ده بيقلل من فقد الميه، ديكريز لوس اوف ووتر. علشان كده بنقول لازم تبقى فاهم هذا الموضوع ان الكيتين بيلعب دور بلاي ان امبورتنت رول ان فيسيولوجيكال اند ستراكشرال سبورت. طيب لو احنا جينا بنقول يبقى احنا قلنا ليه بتلعب دور بالفيسيولوجيكال، بيكوز اتس امبيرميبل فور ووتر سو ات كيبس ووتر ذا بلانتيشن اند جيفز ات فيسيولوجيكال سبورت. طيب تعال معايا نتكلم عن مثال تاني اللي هو الكورك لير. في حاجه اسمها ديبوزيشن اوف كورك لير، الكورك لير دي موجوده القشر بتاع الشجر نفسها، يبقى الكورك دي بتكون امبيرميبل وفيها سبرين برضه بتعمل بروتكشن للانر بارتس، وفي نفس الوقت بتكون امبيرميبل للووتر برضه بتساعد في الفسيولوجيكال سبورت، تعتبر ستراكشرال فسيولوجيكال سبورت. تعالى ناخد السيلوز. لو احنا فهمنا من الصف الاول السنه وفي حاجه اسمها السيلوز واللجن بيعمل ديبوزيشن على السيل وول، خلاص فديبوزيشن بتاع السيلوز او اللجن على السيل وول بيؤدي ان البلانت سيل بتكون سترونج زي الكولينكما سيلز وحاجه اسمها سكرينكما سيلز. انت سمعت عن سكرينكما سيلز؟ من اهم السكرينكما سيلز بيسموها احيانا ستون سيلز، خلايا حجريه. ليه؟ لان بيسموها ستون سيل عشان هي فقدت معظم السيتوبلازم او البروتوبلازم، فقدته كله النيوكليس وتعتبر ديد سيل بالنسبه لنا، والفايبر تعتبر سكريكايمه فيها سيلولوز ولجنين وبيعمل سترينس. زايلان فيزلز نفس الكلام. لو احنا بصينا على التيشوز اللي عندنا زي البرانكيما والكولينكايما والسكليرينكايما هنلاحظ ايه هو الديبوزيشن بتاع المواد اللي موجوده بالنسبه لك. فالبرينكما ده مش هي معموله من سيلولوز بس ما فيش سيكنينج ليها، الكولينكما دي اساسا بطبقه سيكند باي السيلوز واللجنين زي ما انت اخذت بالنسبه للصف الاول الثانوي وتبقى سترونج. السكرينكما دي اللي هو الستون سيلز بتبقى فيها سكرين بتبقى فيها سيلوز ولجنين وبيبقى فيها ايضا السيوبرين بالنسبه لنا. في الفاسكولار تيشوز اللي هو زي الزايلم برضه بيبقى عليه ماده لجنين فبيكون بالنسبه لنا زي ما بنقول بيساعد في عمليه السبورت. في معلومه بس نعرفها ان البوزيشن والديستريبيوشن بتاع سيكند
سيلز بتعمل بلي رول في سبورت. معنى ان ربنا خلق هذه النباتات موزع التيشوز دي في جوه البلانت عشان يديه الشيب بتاعه، زي ما احنا بنعمل عمدان الخرسان بيساعد في البيت، بتتوزع على البيت كله عشان تشيل الحمل بتاعها. فديستريبيوشن بتاع السبورت او السيجنت سيلز بيساعد في سبورت. المفروض المره الجايه ان شاء الله نتدرب على مجموعه من الاسئله وإزاي نحلها على النظام الجديد، كلها التفكير إن شاء الله.